إن شاء الله الدعم للجيش اللبناني حيكمل. أمن العودة الأمن للناس على أرزاقها. أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع ميرنا الهندي. مساء الخير في عناوين المسائية. أرسال هي أمانة لبنان وهي الأمينة التي احتضنت الإخوة السوريين. علماء البقاع يؤكدون أن أحدا لن ينال من عرسال، والصليب الأحمر يعلن توليه إدارة الأمور اللوجستية ومواكبة القوافل المغادرة للجرود. في ظروف أفضل للعقارات بلبنان لشراء العقارات. قطاع العقارات في لبنان إلى تحسن خلال الفترة المقبلة من العام الحالي. اجتماع وزاري للدول المقاطعة لقطر في المنامة والعتيبة يؤكد امتلاك أدلة قاطعة تدين قطر بدعم الإرهاب. يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلون بانك عبر الفيديو تشات. بلون بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تقنع ابنك يلعب مطرح تاني. يلي ما رح يكون هين تعرف تنقي القوي. أي ساعة بيفتحوا الفروع؟ يعني صوتك على صوت التيفي. صوت شوي. أي ساعة بيفتحوا؟ لا ولا يهمك، خد وقتك أستاذ. اليوم بلون بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها أي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. إي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. أهلا بكم. بعد تمديدها بسبب ضغط الاجتماعات وكثرة طلبات المواعيد، اختتم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما نجح في تثبيت استقرار لبنان واستمرار دعم الجيش وتخفيف وطأة العقوبات على الاقتصاد اللبناني. في هذه الأثناء ينتظر أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة تنفيذ الاتفاق ما بين جبهة تحرير الشام وحزب الله لتبدأ عملية نقل المسلحين من جرود عرسال في باصات إلى إدلب مقابل عودة أسرى حزب الله. بالتوازي يستعد الجيش اللبناني عشية عيده في الأول من شهر آب لعملية تحرير جرود رأس معلبك وجرود القاع من مسلحي تنظيم داعش. ومع استمرار وقف إطلاق النار في جرود عرسال، بدأ عدد من النازحين السوريين يتحضرون للعودة إلى الداخل السوري في وقت أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه سيتولى الأمور اللوجستية لعودتهم. بعد 3 أيام على اتفاق وقف إطلاق النار في جرود عرسال، بدأ عدد من العائلات السورية النازحة بالتحضر للعودة إلى وادي حميد تمهيدا للانتقال عبر الباصات إلى الداخل السوري. وترددت المعلومات أن عدد النازحين الراغبين بالعودة بلغ 6000 شخص إلى إدلب و3500 للحيبة. وبانتظار دخول بنود الاتفاق بين حزب الله وجبهة النصرة حيز التنفيذ، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر تغريدة له على تويتر أنه سيتولى إدارة الأمور اللوجستية ومواكبة القوافل المغادرة من جرود عرسال إلى الحدود السورية ومن جرود عرسال إلى جرود رأس معلبك، حيث تتجه الأنظار وتترقب بدء المعركة بين الجيش اللبناني وتنظيم داعش الإرهابي. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أعلنت أن الجيش استهدف بالمدفعية تحركات لمسلحي تنظيم داعش في الجرود. وفي هذا الإطار نظمت بلدية رأس معلبك وكاريتاس ومخاتير البلدة والجمعيات الأهلية والمدنية والكشاف مسيرة دعما للجيش اللبناني حاملين الشموع والأعلام اللبنانية وأعلام الجيش. من دار الفتوى شدد علماء البقاع أن أحدا لن ينال من عرسال تحت أي عنوان. مفتي الجمهورية استقبل أيضا وفودا داعية إلى التعطيل يوم الجمعة. شكل موضوع عرسال وقضية المسجد الأقصى وعطلة يوم الجمعة محور لقاءات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث التقى وفدا من علماء البقاع ترأسهم مفتي البقاع الشيخ خليل الميس، الذي أكد أن عرسال هي أمانة لبنان وهي من احتضن النازحين السوريين آملا عدم النيل منها لأي سبب. نحن نتابع قضية عرسال مع سماحة المفتي وهي ليست غائبة عنه ويعرف دقائقها وتفاصيلها، ونقول له نحن على تواصل مع سماحة المفتي في الموقف بقضية الحفاظ على عرسال، لأن عرسال هي أمانة لبنان وهي الأمينة التي احتضنت
الإخوة السوريين فلتكافأ بالمروءة ولا ينال منها أحد تحت أي عنوان كان. فإرسال هي العرزال الذي يطل على الآخرين ويحرسهم، وهي محروسة بإذن الله عز وجل. المفتي دريان استقبل كذلك وفودا من عدد من الجمعيات لبحث قضية عطلة يوم الجمعة، ومنها جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة جمال محيو الذي شكره على مواقفه بشأن التعطيل وشدد على أهمية هذا اليوم لدى المسلمين. والتقى المفتي دريان أيضا وفدا من جمعية تجار كورنيش المزرعة برئاسة عفيف كشلي، ووفدا من جمعية التربية الإسلامية برئاسة القاضي راشد طقوش الذي أيد التعطيل يوم الجمعة مؤكدا الدعم والتأييد لمواقف المفتي دريان. ومن زوار دار الفتوى رئيس مؤسسة المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد المهندس سعد الدين خالد. قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه ليس مسموحا ولا يحق لأحد أن يربط عودة النازحين السوريين بحل سياسي في سوريا أو بتحقيق مناطق آمنة ومستقرة. كلام باسيل جاء في حفل عشاء أقامته هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر. من مسؤولية الدولة اللبنانية، هيدا أمر سيادي ما بده إذن من حدا وما بده قرار من حدا، مطلوب بس من لبنان أنه يطبق قوانينه، وما مطلوب أبدا أنه ينعمل فرض عودة جماعي ولا طرد جماعي، مطلوب بس أنه يطبق القانون اللبناني ونوقف عملية تشجيع السوريين لبقائهم بلبنان. أبدى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش خشيته على الواقع اللبناني من سلاح حزب الله، وأكد في حديث لبرنامج كلام بيروت أن معركة جرود عرسال أنقذتنا من خطر وأدخلتنا في آخر. إذا أخذت الناس الفرحة بعد الوقت هذا، لكن هذا عملية بس يعود الواحد لرشده بيتذكر أنه أنا عم سلم خطر لخطر آخر، يعني عم بخلص من خطر لأدخل بخطر آخر. إذا حدا مستعد أنه يسلم الأمن لميليشيا مسلح بقلب البلد يتفضل يقول، إذا كان مبسوطين مما قام به حزب الله بهاللحظة هذه بالذات لا نتناسى أنه أيضا سامر حنا اغتالوا حزب الله، لا نتناسى أنه في رئيس وزراء متهمين اللي اغتالوه مهن أيضا من حزب الله، ومسيرة طويلة من الاغتيالات والتهديد الأمني. حزب الله هو جمعية خيرية لرعاية لإهداء اللبنانيين الهدايا الحلوة، منه هو حزب سياسي وباعترافه هو جزء من مشروع إيراني طويل عريض بقلب المنطقة يخدم على المشروع الإيراني. إذا حياة بده يخدم الشغلات هذه، أول شغلة بيعملها بيقول خلصنا مهمتنا داخل لبنان، هذا السلاح وهذا الرجال وهالعنفوان هو تحت أمرة رئيس الجمهورية بي الكل. اختتم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية باجتماع عقده مع سيناتور جيمس لانغفورد في مبنى الكابيتول، تلاه اجتماع مع سيناتور جيف ميركلي، وتناول البحث خلال اللقاءين موضوع التشريعات التي يدرسها الكونغرس والمتعلقة بلبنان. ثم التقى الرئيس الحريري في مقر إقامته في فندق الفور سيزن وفدا من مجموعة أمريكان تاسك فورس فور ليبانون برئاسة إدوارد جابرييل، وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها. أكد رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت أن زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن حققت نجاحا ملحوظا على كافة المستويات، وأشار في تصريح له إلى أن الرئيس الحريري حمل في جعبته سلة من المطالب تتضمن الحصول على دعم للجيش اللبناني وسبل إعادة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة في بلدهم، وتجنيب لبنان عقوبات مصرفية تسيء إلى استقراره النقدي وبالتالي إلى استقراره السياسي. وثمن يموت جرأة الرئيس الحريري في اتخاذ المواقف الاستثنائية غير الشعبوية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. شهد قطاع العقارات ذروة نشاطه بين العامين 2007 و2011 ليتراجع بعد ذلك، إلا أن نقيب المقاولين أبدى تفاؤله لازدهار القطاع في المرحلة المقبلة. تقرير باسل الخطيب. شهد القطاع العقاري في لبنان تراجعا في السنوات القليلة الماضية نتيجة لعدة عوامل، واستمر هذا التراجع حتى اليوم ليسجل 17% تراجعا بالعمليات العقارية في أيار وحزيران الماضيين، إلا أن قيمة العقارات المباعة لم تتراجع سوى 10% فقط.
خلال سنة في ارتفاع بنسبة 12% عن السنة الماضية خلال أول 6 شهور بال 2017. هذا الارتفاع شو؟ ببيع العقارات. هذا بأكد أنه في ظروف أفضل للعقارات بلبنان لشراء العقارات، ولكن عم تتفاوت بين شهر وشهر. نقيب المقاولين في لبنان مارون حلو يحذر من أن موضوع السلسلة ومزيدا من الضرائب سيؤثر جمودا في القطاع، لأن شهية المستثمر ستتراجع. النشاط العقاري في لبنان بلغ ذروته بين العام 2007 والعام 2011، إلا أن اليوم لا نشاط بل جمود. أنا بدي أطمن أن القطاع العقاري يبقى قطاع جيد وثابت بالاقتصاد اللبناني، والأسباب عديدة ليش أنه العقار هو ما عم بيتطور أو ما عم بيصير في عمليات شراء. اولا يعني كان في وضع سياسي خلال السنوات الماضيه، ثانيا المنطقه المحيطه فينا، ثالثا تدني سعر النفط، رابعا الازمه بافريقيا وبدول الخليج والسعوديه وكل المناطق اللي موجودين لبنانيين فيها، واللي هن كانوا عم بحولوا اكثر من كميه اكبر من المال للبنان. عدة عوامل أدت أيضا إلى التراجع بشراء الشقق والاستثمار بالعقار، منها تراجع القدرة الشرائية وترك المدينة والشراء بالأرياف لأنها أرخص سعرا. الشقق اللي عم بيشتريها لبنان اليوم أصبحت بين 100 و 150 متر. نقيب المقاولين ينقل عن نقابة المهندسين تراجع رخص البناء بنسبة 3.5% في عام 2016 عن العام 2015، إضافة إلى تراجع 4% في سوق الترابة. كل هالنسب هيدي نسب ضئيلة، يعني السوق جامد يتدهور وينهض بنسب كتير طفيفة وخفيفة. هذا ما بدل على أنه في انهيار بكل معنى الكلمة، ولكن كمان ما في نمو. ويعول حلو على النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الدولة وخطة التحفيز، إضافة إلى التوقعات بدعم لبنان عبر مساعدات دولية من مؤسسات وصناديق لمساعدته في النهوض. كتحية إلى روح ابن بلدة عرسال الشهيد المؤهل زاهر عز الدين الذي طلته يد الإرهاب في الثامن من كانون الثاني عام 2016، نشرت قوى الأمن الداخلي فيديو خاص مع عائلته. إنه الصباح الأخير، لم يكن أي شيء عاديا بالنسبة إلي، كنت أرى كل شيء بوضوح أكثر، شعرت وكأنني أصاب كليا. آخر غدا تغدينا عزمني على المطعم قبل ما يستشهد بيومين، رحنا أنا وياه واحدنا ما أخذنا الأولاد. وقتها حسيت ما بعرف كان كتير هيك صريح معي بأشياء كتير وما كان يمكن ما كان حكي لي إياها من قبل. كتير انبسطنا وقتها وحسيت انه مثل شيء نحن عم نتعرف على بعض، مثلا هيك اول مره نتعرف على بعض. في يومي الاخير شعرت بدفء غريب حينما لامس ثغري يد امي. جوفات لعندي قعد لحظه قلت له اخته خليك لاسقيكم قهوه، شرب هالفنجان القهوه وطلع. فحياتي ليست أغلى من أرواح رفاق الشهداء في شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي. خي زاهر، انتماؤنا لشعبة المعلومات لقوى الأمن الداخلي، وطبعا القسم اللي أداه أول ما دخل على المؤسسة الكبيرة هي اللي خلته يبقى بعرسال ويكون يمكن عم يكون عم يقوم إرهاب كتير كبير. عنده الوطن هو الأساس وكان مبديه حتى يعني أوقات حتى عائلته، يعني كان شغله بالليل وبالنهار ويترك ويمشي يقول لي أنا شغلي ووطني هيدا بدي، أنه لو بيروحي بدي أفدي. بيدي أشياء لأطفالي ونظري يعانق بسمة عيونهم. أضحيت الشهيد زاهر عز الدين ليبقى لبنان.
بعد الفاصل تتابعون. توتر أمريكي إيراني في مياه الخليج العربي على خلفية التجارب الصاروخية الإيرانية. وتوتر متصاعد في شبه الجزيرة الكورية. أهلا بكم من جديد. يستعد وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر لاجتماع في العاصمة البحرينية المنامة لمناقشة آخر تطورات الأزمة القطرية وتقييم مستجدات الوضع. وقالت مصادر دبلوماسية خليجية إن وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيعقدون اجتماعا تشاوريا مساء اليوم، فيما يعقد الاجتماع الرسمي غدا الأحد. وأكدت المصادر أن الاجتماع سيدرس المزيد من الإجراءات الجديدة على قطر. بعد 3 أسابيع من اجتماع القاهرة في 5 تموز الجاري، تعود تطورات الأزمة القطرية الخليجية إلى طاولة وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في العاصمة البحرينية المنامة. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية إن قطر أمام خيارين، إما تنفيذ المطالب العربية أو مواجهة دبلوماسية الزلزلة. الخارجية المصرية وفي بيان أكدت أن الاجتماع الذي يستمر يومين يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع. وقالت مصادر مواكبة أن اجتماع المنامة سيدرس أيضا تشديد الإجراءات على قطر. اجتماع ممثلي الدول الأربع يأتي بعد فشل الوساطات العربية والدولية وتأكيد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن لا تراجع عن قائمة المطالب وتأكيد دول المقاطعة على استمرار إجراءاتها الحالية. وكالة بلومبرج الأمريكية نقلت عن مسؤول خليجي لم تسمه قوله إن أزمة قطر وصلت حاليا إلى طريق مسدود بعدما توقفت جهود الوساطة بالكامل. وقال إن الدول الأربع لم ترد على مقترحات الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تهدف إلى البدء في مفاوضات مباشرة مع قطر. إلى ذلك كشف السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة أن دول المقاطعة لديها أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها للميليشيات المسلحة في سوريا وليبيا والصومال، بالإضافة إلى دعمها تنظيم القاعدة ممثلا في جبهة النصرة في سوريا واحتضانها لجماعة الأخوان المسلمين وحركتي حماس وطالبان. وقال العتيبة في مقابلة مع قناة PBS الأمريكية أن من حق الدوحة مواصلة ما تريد ودعم من تريد، كما يحق في المقابل للدول الأربع مواصلة المقاطعة واتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقها كما تريد. من جانبه قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إن السعودية بذلت جهودا مضاعفة لمجابهة الفكر المتطرف. وأضاف المعلمي إن السعودية تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية، مشددا على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهودا حثيثة ومتواصلة. رحبت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأبدتا استعدادهما للتعاون معه. وأكد القائم بأعمال بعثة الإمارات لدى المنظمة الدولية أحمد المحمود دعم بلاده للتدابير الدولية الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي والتطرف. وشدد المحمود على التزام الإمارات بمواصلة التنسيق مع الدول كافة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي. بدورها أعلنت المندوبة القطرية في الأمم المتحدة التعاون مع مختلف الأجهزة الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ودعم جهودها. وأكدت إدانة قطر للإرهاب بكافة أشكاله وبغض النظر عن مبرراته. التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ترجم بحريا بتحرشات بين سفن أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج بعد تحد إيراني للدول الغربية بإعلانها عن مواصلة برنامجها الباليستي بطاقاته الكاملة. في أول نتائج التوتر الأمريكي الإيراني وقع حادث جديد بين سفن أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج بعد حادثة مماثلة الثلاثاء الماضي وفق ما أعلن الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري أوضح أن الحادث وقع بين حاملة طائرات أمريكية وسفن مرافقة لها من جانب وبين زوارق إيرانية مجهزة بصواريخ من جهة أخرى من دون الإعلان عن وقوع إصابات من كلا الطرفين.
هذا التوتر البحري تزامن مع تحدي إيراني للإدانة الأمريكية والأوروبية لبرنامجها النووي، وأعلنت طهران أنها ستواصل برنامجها الباليستي بطاقته الكاملة منددة بالعقوبات الجديدة التي أقرها الكونغرس الأمريكي ولا تزال بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتتحول إلى قانون. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رأى أن العقوبات تهدف إلى إضعاف الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، معتبرا أن المجالات العسكرية والصاروخية تقع في إطار سياسات طهران الداخلية ولا يحق للآخرين التدخل أو التعليق عليها، معربا عن تحفظ بلاده بحق الرد بالمثل وبشكل مناسب على التصرفات الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا دانت التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، معتبرة أنه عمل استفزازي وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما ذكرت بأن قرار مجلس الأمن يدعو إيران إلى عدم القيام بأي خطوات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكنها أن تحمل رؤوسا نووية، موضحة أن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية بدورها تستخدم تقنية شبيهة بتلك التي يتم استخدامها في مجال الصواريخ البالستية العابرة للقارات. في التطورات الفلسطينية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكاتب شركة بال ميديا ومكاتب إعلامية أخرى وأوقفها عن العمل. إلى ذلك أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن سلطات الاحتلال أبلغتها بفتح أبواب المسجد الأقصى كافة اليوم تدريجيا أمام المصلين وإلغاء قرار عدم السماح للمصلين دون سن 50 بدخول الأقصى. ووجهت دعوات في المقابل إلى كافة الفئات الفلسطينية بضرورة الالتزام بتعليمات الهيئات الدينية بعدم الانجرار إلى مربع العنف رغم الاستفزازات الإسرائيلية. بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. وخلال اتصال هاتفي عبر الملك عبد الله عن تقديره لدعم الرئيس الأمريكي وللدور المهم الذي لعبته الإدارة الأمريكية في المساعدة على احتواء الأزمة. وأكد العاهل الأردني أهمية تكثيف التنسيق لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. وقال البيت الأبيض أن ترامب والعاهل الأردني أشادا بالجهود التي بذلت لإزالة التوتر وما تم إحرازه من تقدم. أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعرض ميناء المخا لهجوم من قبل سلطات الحوثي بواسطة قوارب مسيرة مفخخة. وأوضح التحالف أن الميليشيات وجهت القارب المفخخ حتى اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، مما أدى إلى انفجاره من دون تحقيق أي إصابات بشرية أو مادية. وكان نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وصف محاولة الحوثيين باستهداف مكة المكرمة بالعمل الإرهابي الذي تدعمه إيران، معتبرا أن هذا العمل يجرح مشاعر مئات الملايين حول العالم. أعلن مسؤول كردي أن الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري انتخابات لمجالس محلية ومجلس تشريعي للمنطقة في الأشهر الثلاث المقبلة. من جهة أخرى، كشف تقرير لمنظمات حقوقية سورية عن تعرض أكثر من 25 منشأة طبية في سوريا للتدمير، معظمها في إدلب من قبل النظام السوري وروسيا. ووفق التقرير، فقد استمرت عمليات القصف المتتابعة للمرافق الصحية من دون إعطاء تحذيرات وغياب أي أعمال عسكرية عدائية ناشطة بالقرب من مواقع الهجوم. أعلن مسؤولون عراقيون أن نحو 7000 عنصر من تنظيم داعش لا يزالون في العراق. وأشار مسؤولون من الاستخبارات العراقية ووزارة الدفاع إلى أن هناك نحو 4000 مقاتل و3000 من عناصر الدعم في التنظيم بالعراق. هذا وحذر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا على الأمن العالمي رغم فقدانه السيطرة على أراض واسعة. في مصر، أصيب ضابط برتبة ملازم أول في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية كانت تقوم بتمشيط طريق جنوب مدينة العريش، وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالمدينة. إلى ذلك، ألقى الجيش المصري القبض على أحد الإرهابيين بوسط سيناء خلال مداهمة أماكن مشبوهة، كما تم تفجير 3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف عناصر الأمن.
في رد على تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية أضخم مناورة عسكرية استخدمتا فيها صواريخ أرض أرض مع نشر المزيد من وحدات نظام الثاد الأمريكي المضاد للصواريخ. مناورة عسكرية هي الأضخم جمعت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية منذ تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي والنووي. ردة الفعل هذه جاءت بعد ساعات من أطلاق بيونغ يانغ تجربة ناجحة لصاروخ باليستي يصل مداه إلى مسافة 998 كيلومترا، لتصبح بذلك الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها تحت مرمى هذا النوع من الصواريخ بحسب ما أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وتحسبا لهذا الخطر ردت واشنطن وسيول باستخدام أسلحة تكتيكية عبارة عن صواريخ أرض أرض مع نشر 4 وحدات إضافية من نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية، التي بدورها أخطرت الصينيين بهذه الخطوة التي يعتبرونها استفزازية. وكانت الخارجية الصينية أدانت التجربة الكورية الشمالية الجديدة داعية في الوقت نفسه الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، موقف لم يمتص غضب واشنطن التي حملت عبر وزير خارجيتها ريكس تيلرسون الصين وروسيا مسؤولية تفاقم الخطر الذي تمثله بيونغ يانغ كونهما الداعمتين الاقتصاديتين لبرنامجها النووي الباليستي. بدورها دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات إضافية وقوية بشكل سريع على كوريا الشمالية التي تظهر عزمها على وضع المجتمع الدولي بكامله في مرمى صواريخها. بعد الفصل تتابع. عيتاني يجول في الطريق الجديد والبربير، وكبارة يؤكد وضع خطة لإزالة التعديات في طرابلس. وفي الرياضة، حمى الكلاسيكو تجتاح ميامي وسعر التذكرة بلغ $900.